كيف استبعت المباراة؟ ما شاء الله ما شاء الله على العرب والأمة العربية، ومدى بنا مام تونس الله يبارك شرفونا، ومدى بنا اليوم الفرق اللي بقاو. كنت تتوقع فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين؟ كنت تتوقع هذا الفوز؟ ما كنت أناش نتوقعه، مي بس على الله يبارك تحسن، وخسارة ما كاش تصير. دوماج. واش نقول لخوتنا السعوديين من المنبر هذا؟ يا خويا كل شيء مبروك عليهم، ويشرفوا الأمة العربية والإسلامية. جزائر تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.